وانا بصراحه فخور جدا بالمؤسسه العسكريه اللي كانت يعني كنت نراهن الى وقت قريب كنت ننتقد في الفاسدين لاحظوا انا كنت ننتقد في الفاسدين داخل المؤسسه العسكريه من جنرالات يعني خونه وعملاء نعم كنت ننتقد في الخونه والعملاء داخل المؤسسه العسكريه وخاصه داخل جهاز المخابرات يعني من وسين ابو عزه الكانيش النابيل هذا لطفي الياسين هذو كاع اللي راهم في الحبس الان كامل كنت ننتقد فيهم واحد ما كنت نشكر فيه ولا واحد قلت بلي ناس ملاح ودخل الحبس اتحدى اي واحد يقول لي بنزيد هذا كنت تقول ناس ملاح كنت تقول وطني وثوري وفحل بعد كاو في الحبس اتحدى انا اللي قلت باللي وطنيين وفحوله ورجال ومجاهدين خرجوا من الحبس كلهم دخلوا الحبس ظلما وهدرت عليهم بالخير خرجوا من الحبس فريق توفيق كان في السجن وقلت مظلوم خرج جبار مهنا قلت مظلوم وخرج حسان قلت مظلوم وخرج معاذ قلت مظلوم وخرج بخاري قلت مظلوم وخرج عبد الغاني قلت مظلوم وخرج أه يعني القائمة طويلة القائمة طويلة من الضباط اللي ظلموهم ودخلوهم للسجن ظلما شكون دخلهم دخلوهم الخونة والعملاء جماعة واسيني وكانيش ونابيل وجماعة والآية تقلبت هما دخلوا للسجن وكنت ننتقد فيهم لما كانوا في المؤسسة العسكرية لأنه في ذاك الوقت كانوا مخلين الدنيا سايبة كانوا يتحاوروا مع الخونة يتحاوروا مع الخونة والعملاء ويتحاوروا مع اعداء الوطن ومتساهلين مع الارهابيين مخلين الارهابيين دارين كرعهم وهما لاتين يعني يصيدوا في الوطنيين الشرفاء الاحرار يصيدوا في الفحوله يصيدوا في صقور المؤسسه العسكريه انا كنت مراهن على الشرفاء الاحرار انهم سيحققون يعني انتصارات باهره قبل اسابيع طبعا تم إلقاء القبض أو تم القضاء على مجموعة إرهابية فيها ثمن أفراد وبالأمس إذا تذكروا نشرت لكم أخبار وقلت لكم أنه الحمد لله بفضل يعني معلومات استخباراتية قامت بها جهاز المخابرات يعني الجهاز المشترك ما بين المخابرات الداخلية وحتى الخارجية وحتى أمن الجيش يعني كل المخابرات كانت عملت في فريق واحد استطاعوا أن يحددوا عدد الارهابيين الموجودين في جبال سكيكدا والقضاء عليهم يعني بعد ما حاصروهم فتره اخر مجموعه ارهابيه تنشط في الساحل كله تم القضاء عليها وقائد الاركان الفريق شنقريحه يعني من شده اعجابه بالعمليه ومن شده يعني ارتياحه للعمليه تنقل شخصيا راح شخصيا الى عين المكان في سكيكدا في المنطقه اللي في الواد اللي حكموهم فيه وراح باش يشكر العناصر اللي قامت بالعمل البطولي اللي هما عناصر الامن المشتركه طبعا من جيش ومخابرات و وراح شكرهم مع قائد الناحيه العسكريه الخامسه آه اللواء حنبلي و... وهذه يعني لفته مهمه طبعا نشكر كل المسؤولين اللي شجعوا هؤلاء الابطال هؤلاء الشباب اللي قاموا بهذه العمليه النوعيه لكن هناك نوعيه هناك عملية أهم بكثير هناك عملية أهم بكثير حققتها مصالح الأمن والاستخبارات وعملية نوعية رايحة تقلب موازين القوى على المستوى المحلي والإقليمي راح يكون خبر صار جدا 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 ابتداء من يوم الاثنين مش الحد الاثنين ان شاء الله نعطيكم تفاصيل العملية عملية نوعية تم تنفيذها بالموازات أو بالتوازي مع عملية سكيك دا صارت عملية في الصحراء عملية في الساحل والصحراء واحد العملية صرات ما نحكيها, لكمش ما نحكيها لكم جدرك ما لكم لأنه فيها تفاصيل مهمة ومهمة جدا فيها تفاصيل مهمة ومهمة جدا وأسرار وخبايا س... تثلج صدور الوطنيين الشرفاء الذين يحبون الخير للجزائر وراح تحطم الخونه لما يسمعوا ضربتين في الراس